مرحبا بكم أصدقاء المشاهدين متابعين لاعب 12 والشرقية. موعدنا يجلد وياكم اليوم بالتأكيد آخر حلقات الأسبوع اليوم الخميس وحديث رياضي مهم من بعد الفاصل. أتمنى تكونوا ويانا. الحدث البارز بالرياضة العراقية خلال الأيام الماضية هو ذهاب وفد من العراق إلى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في زيورخ في سويسرا. كلنا نعرف عضوية الوفد السيد عبد الرسيان عبطان وزير الشباب والرياضة، السيد عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد، ورجم الكرة العراقية الكابتن القدير حسين سعيد ذهبوا إلى زيورخ لمقابلة السيد جاك إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لبدء مسعى جديد وطريق جديد للعراق في محاولة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية. تمت الزيارة ونتائج الزيارة عرفناها من البارحة وأول البارحة لهذا الوفد، والوفد ما قاموا، هذا الوفد كان ثلاثي، لا الوفد كان بسفيرنا في سويسرا، كان ببعض الشخصيات الأخرى القانونية أيضا والإدارية اللي تحدثت مع وفد الفيفا اللي كان موجود برئاسة إنفانتينو، وكلنا شاهدنا الصور وشاهدنا التقارير وكل الأمور والنتائج اللي تمخض عنها هذا الاجتماع. نتائج نرجع نذكر بها مجرد تذكير فقط، أنه الفيفا قررت إرسال وفد من الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي إلى العراق حتى يزور ملاعب كربلاء والبصرة وأربيل للاطلاع على مدى جاهزيتها الفنية والأمنية لاستقبال مباريات دولية. والفيفا وعدنا قال إذا أنه هذه الشروط مطبقة، الفيفا رفعت تقرير جيد يوصي برفع الحظر عن الملاعب العراقية على الأقل في المباريات الدولية الودية. طبعا قرار اللجنة راح يصدر يوم 15 كانون الثاني 2017 الجاي، يعني كلها في المسألة ما بين الزيارة وكتابة التقارير وإعلان القرار راح تكون خلال شهر. اليوم باللاعب 12 راح نحاول نتكلم عن أبرز الأمور اللي لازم يطلع بها أصحاب الاتصال بهذا المحور المهم. أمل العراق الجديد بأن يكون هناك على الأقل كخطوة أولى رفع لحظر المباريات الدولية الودية عن الملاعب العراقية. نبدأ مباشرة بتقاريرنا بلقاءاتنا بكل هذه الأمور بحلقة اليوم من اللاعب 12. أولا كالعادة مع زيد السراج وتقرير عن زيارة الوفد العراقي إلى سويسرا، نتابع. ربما لم تكن الزيارة إلى الاتحاد الدولي في سويسرا كغيرها من الزيارات السابقة للوفود العراقية التي تروم رفع الحظر المفروض عن الكرة في بلاد الرافدين، فقد ركز الوفد على نقاط معينة ومناطق بعينها تتواجد فيها ملاعب ومنشآت يمكن أن تلعب دورا كبيرا في إقناع الفيفا عبر العمل التمهيدي والذي يأتي خطوة بخطوة. الوفد الذي ترأسه وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ضم معه رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ومستشار الوزارة الكابتن حسين سعيد. الوفد حمل معه رسالة رئيس الوزراء مع ملف متكامل عن الدور العراقي والعراق بصورة عامة وعدد الأندية التي تمارس كرة القدم، وملفا خاصا عن المطارات والفنادق ومراكز التسوق في خمس محافظات عراقية هي بغداد والبصرة وكربلاء ودهوك وأربيل. وتبقى قناعة الفيفا مرهونة بتقرير اللجان الزائرة والتي من المؤمل أن تأتي منتصف كانون الأول، لأن كلامها سيكون المعيار في تقييم نجاح العراق من عدمه أمام الاتحاد الدولي. إذن الشيء الجميل بهذه باللي دا يصير هو فعلا إصرار اتحاد الكرة، إصرار وزارة الشباب والرياضة العراقية على هذا الهدف وهذا المبتغى أنه يرفع الحظر. هذا شيء جميل لما نظل نقاتل على هدفنا، لما نظل نحارب من أجل هذا الهدف
بالتأكيد في يوم من الأيام رح ننتصر وننول هدف ناخذه من الاتحاد الدولي لكرة القدم وهو رفع الحظر عن الملاعب العراقية. هذا شيء رائع، الإصرار على النجاح، الطموح مثل ما قلنا يحسب لاتحاد كرة القدم. وأيضا الشيء الآخر هو أنه هذه المرة مختلفة عن كل المرات، لأن هذه المرة إذا الوفد اجى زار العراق وقدم تقريره، والتقرير كان كسابقاته من التقارير بأنه العراق غير قادر لا فنيا ولا أمنيا على استضافة مباريات دولية ودية، راح تكون العواقب جدا وخيمة على وزارة الشباب والرياضة وعلى اللجنة الأولمبية وعلى اتحاد كرة القدم من الشارع الرياضي العراقي من الإعلام، لأنهم فشلوا فشل ذريع. ليش؟ لأن هذه المرة مختلفة عن كل مرة سابقة. كنا شفنا الوثيقة اللي سلمتها الفيفا لوفد العراق، وهذه الوثيقة مكتوبة طبعا باللغة الإنجليزية، هذه تعتبر وثيقة ممكن بها الاتحاد العراقي يحاجج الاتحاد الدولي. الوثيقة اللي أعطاها الاتحاد الدولي للاتحاد العراقي يشرح له به كل الملابسات وكل الظروف، ويشرح له به طريقة العمل بالفترة المقبلة من زيارة اللجنة وموعدها ومن الأشياء المطلوبة وأيضا من موعد اتخاذ القرار. فهذه فرصة تاريخية الآن على الكل أن يستغلها، حكومة، أجهزة الدولة، وزارة الشباب والرياضة، لجنة أولمبية، واتحاد كرة قدم. لازم نصحح كل الأخطاء. بالتأكيد عندنا كثير من الأمور بحلقة اليوم، راح نبدأ بواحدة من الأمور المهمة جدا، ملعب كربلاء الدولي اللي افتتح بشهر 5 اللي مضى، وكان لنا مشاهدة شخصية وشرف الحضور بهذا الحفل، حفل الافتتاح ملعب كربلاء بشهر 5، اللي شفناه احنا ينقص الكثير، خاصة الطرق المؤدية الى الملعب. داخل الملعب ربما الامور مسيطر عليها وتكمل، المي مقطوع، إنارة بمكان ما غير متواجدة، الباقي الأمور الفنية، كابينات المعلقين اللي كانت عبارة عن غرف فارغة، المنازع اللي كانت أيضا مجرد عبارة عن غرف نتمنى الآن تكون بشكل أفضل. لكن ما يحيط الملعب حقيقة هو الشيء اللي كارثي وشيء لا يحتمل. بدون كلام نذهب مباشرة إلى تغطية للزميل فيصل القريطي مراسل الشرقية في كربلاء، تغطية سوينا إياها قبل حوالي أسبوع 10 أيام حول ملعب كربلاء وما حوالين هذا الملعب من أمور حقيقة مخجلة ومؤلمة. وإذا ما جو الفيفا وشافوها، فأول ما يدخلون كربلاء راح يقولون ماكو رفع للحظر. إذا شافوا هذه الصورة اللي شفناها إحنا واللي راح نشوفها الآن أمام ملعب كربلاء، نتابع فيصل القريطي زميلنا اللي طبعا مشكور قام بهذه التغطية حول ملعب كربلاء الدولي. السلام عليكم مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج اللاعب 12. طبعا نحن نقف الآن أمام ملعب كربلاء الأنبي التي افتتح مؤخرا في محافظة كربلاء. طبعا هذا الملعب لحد الآن للأسف يشكو الاهتمام من قبل الوزارة والجهات المعنية في محافظة كربلاء. يعني هسه لو تلاحظون زميلي محمد صور هذا الشارع، هو من المفترض انه يكون هذا الشارع السايد اللي ثاني اللي يجي من الملعب يروح على مركز المدينة. طبعا احنا هسه كما قلت لكم نقف في هذا الشارع. محمد خليك ويانا هنا، هذا الشارع اللي هو افتتح في وقت افتتاح الملعب ولحد الآن لم يتم افتتاح الشارع الثاني اللي هو ذهاب وإياب يفترض يكون. هذه مشكلة طبعا جاي يصير حوادث في هذا الشارع، هاي مشكلة من عدة مشاكل. المشكلة الثانية واللي أهم، يعني خلي الكاميرا تتجول زميل محمد، يعني نباوع بعض النفايات اللي موجودة أمام هذا الملعب الكبير، يعني لحد الآن موجودة هذه النفايات ولم تجد أي اهتمام من قبل الحكومة. هذه البيوت الموجودة العشوائية، طبعا هذا منظر
أمام هذا الملعب. خليك ويانا أخي محمد يعني نصور بعض الشيء. هذا الشارع اللي تكلمنا عنه، أنه هذه البيوت العشوائية اللي هي قرب طبعا قرب الملعب الأولمبي في محافظة كربلاء. منظر غير لائق، منظر يعني حزين جدا. هناك دعوات من قبل رياضيين كربلاء ومن قبل جمهور كربلاء الاهتمام بهذا الملعب وهذا الشارع، سبب الكثير من المشاكل في الشارع، يعني حوادث غير أمور، روائح كريهة. يعني هناك وافدين، يعني وفود تأتي إلى محافظة كربلاء. يعني قبل أيام كان دوري في محافظة كربلاء، يعني الجوية وكربلاء حصلت لعبة في كربلاء في هذا الملعب بين الجوية وكربلاء. يعني المواطن أو الوفود التي أتت إلى محافظة كربلاء غير راضية عن أداء هذا المشروع، وعذرا يعني مو على أداء المشروع، لكن ما يحيط بالمشروع اليوم، يعني ما موجود قرب المشروع. يعني كاميرتنا تصور، أخي محمد صور هذه يعني النفايات اللي موجودة، يعني أنقاذ موجودة. إن شاء الله نتمنى ونطالب من الوزارة. طبعا أحب أقول شيء، لحد الآن لحد هذه اللحظة لم يعين مدير إلى ملعب كربلاء لحد الآن من أجل يدير أمور الفنية وبقية الأمور في الملعب، لحد الآن طبعا ماكو. نتمنى من الوزارة ومن القائم على الملعب يكون هناك اهتمام إلى هذا الصرح العظيم. يعني يا ريت انه كاميرتنا تبقى تصور في هذا المكان. تمام، ماكو منظر هسه الملعب واعله، يعني انقاذ وهت تشوف قدامك كل شيء ماكو، غير مثل حدائق، شوارع نظيفه زين. يعني انت شو تشوف هسه؟ شو تشوف؟ ما يصير، اي ما يصير. ذاك يوم صارت لعب هنا جويه وكربلاء، تعال صارت لك ايام زين، تعال اطلب الملعب ياخذ منه 5000، اذا ما عنده 5000 خليك ترجع. مو احنا جاي يشجع وما عنده وين يروح، ما بعد هي هاي. شلون شفت الاهتمام يعني شيء بالملعب ويعني دائر مدار الملعب؟ والله وساخه وكلش للاخير، ماكو لا اهتمام، ماكو اهتمام، ماكو ودخوليه 5000، واكو عالم ما عندها ما جاي يطب. اي ويعني فرق جاي تجي غير يجي على نظافه، يجي مثل ما تقول على ترتيب، ماكو والله. هاي وساخه وين ما تروح، بس هاب والله طاو، ماكو لا منظر حلو لا فس شيء. هنا جاي يلعب هاي الساحه، مسيجينها وتيارات وجاي يلعب. يعني وهي هسه الساحه هاي على اساس انه جاي نلعب بيها، وكل الساعه هاي مسيجينها على مود الانقاذ، خاف يجي لوري راسي يذب بيها. يعني هاي ساحه مال طوبه انتم مسويها على بساطتكم قرب الملعب. يعني يا ريت انه محمد تبقى ويانا حتى المشاهد يقدر يشوف. يعني الشباب هنا هم فرق بيناتهم شعبيه، أيه مسوين ساحه انتم بيناتكم، اي بيناتنا جاي نطلع قرب أيه، لكن مسيجيها، مسيجيها خاف رجال الغاب يلبون بيها، يعني بطريقتهم الخاصه. أيه يعني تخوف، خاف يعني تخوف من سيارات الانقاذ اللي هي تشمرها بالساحه. يا ريت انه يكون اكو اهتمام من قبل الوزاره، من قبل الجهات المعنيه في محافظه كربلاء. خلي يشوفون هذا الملعب، صور لنا الملعب، هذا الملعب. يعني احنا هسه صف الملعب يمكن 100 متر، اقل 100 متر عن الملعب. زين، اهتمام ماكو بالملاعب الشعبيه ولا حتى بالملاعب الاولمبيه، هذا ملعب اولمبي في محافظه كربلاء. يعني محمد صور لنا هاي الاماكن. بالتاكيد اللي شفناه شيء محزن ومؤلم جدا. ملعب كربلاء اللي ما صار له اكثر من 6 شهور على افتتاحه، ده شاهده الى الان، هذا قبل اسبوع من الان هذا التصوير، الى الان بهذا المنظر حقيقه المخجل والمخزي. ومثل ما قلنا وفد الفيفا اذا اجى وزار هذا الملعب وشافه بهذه الوضعيه من النفايات والازبال اجلكم الله، والسكن العشوائي والطرق المعبده، يعني قبل ما يطلعون كربلاء احنا الحظر ما يرفع علينا. خلينا نذهب إلى واحد من الآراء المهمة اللي دائما نحب نسمعها
بلاعب 12 بالشرقية السيد عدنان لفتة الصحفي الرياضي اللي يسعدنا ويشرفنا دائما تواجده ويانا باللاعب 12. سيد عدنان مرحبا بك، دائما سعيد جدا بتواجدك ويانا. يعني خلينا نذهب إلى الأنفع من الانتقاد وهو توضيح الحلول. الآن احنا أمام مفترق طرق، يا نسوي اللي نقنع به الفيفا انه احنا قد استضافة المباريات الدولية الودية على الأقل خلال هذه الفترة ونرفع الحظر، يا انه نفشل ويظل طول عمرنا احنا ما نشوف منتخبنا الوطني يلعب في ومنتخبات الوطنية تلعب في العراق. أجهزة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد العراقي لكرة القدم، أنا آسف قاطعتك، دورهم الآن وين يجب أن ينصب؟ تحية لك أخي بيان ولكل مشاهدي الشرقية. حقيقة الأمر إيجابي تماما أن نشهد لجنة غريبة منبثقة عن الفيفا تحاول زيارة الملاعب العراقية لفحصها ولتأكيد مدى جاهزية العراق لعودة الملاعب إلى أراضيه. أنا أعتقد القرار أو الخطوة بحد ذاتها خطوة إيجابية، أن أتفق معك تماما، يجب أن نستثمر هذه الخطوة على كامل الأوجه، ويجب أن نعمل بسرعة، يجب أن نقص الآن بتنظيم عملنا بشكل صحيح بحيث نجد عمل حقيقي يمكن أن يظهر العراق بالصورة المأمولة والمتمنات منا جميعا بأن نكون حاضرين ومؤهلين لاحتضان أي مباراة. طبعا الآن الواجب أنا أعتقد لن يكون جهة واحدة، أكيد الواجب يكون واجب جماعي ابتداء من رئاسة الوزراء إلى وزارة الشباب إلى اتحاد كرة القدم إلى اللجنة الأولمبية إلى الاتحادات الفرعية إلى الأندية إلى كل الشخصيات الرياضية الفاعلة إلى الإعلام الرياضي حتى يعملون كلهم كفريق عمل واحد لكن بشكل منظم. نعم الآن تذكرت حضرتك أن قضية ملعب كربلاء ليس بالصورة المرجوة، ربما ملعب البصرة، ربما ملعب أربيل أيضا بنفس الاتجاه. إذا علينا أن نعمل أن نقسم الأعمال بحيث تكون هذه الملاعب جاهزة، هذه الملاعب يعني متوافقة مع القرارات الدولية، متوافقة مع التنظيم الدولي دون أن نجد بها ثغرات حتى ممكن نشجع الجهات العالمية على إطلاق هذا القيد اللي طال يعني تقييد بالكرة العراقية من دائما. سيد عدنان هذا الآن دقيقة، الوفد راح يزور ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل، وهذه الملاعب احنا كلنا نعرفها، يعني لما تدخل للملعب فعلا تشعر انه هناك ملعب حقيقي لكرة القدم، والنقوصات اللي بيه هي نقوصات ممكن علاجها بسيطة، لكن المشكلة خارج الملاعب وهذا مهم جدا ايضا. فبالتالي يعني النفايات، الازبال يعني اجلكم الله، الطرق الغير المعبدة، الإشارات الضوئية، الإنارات، الإشارات المرورية الدالة، هذه كلها أمور يبحث عنها الفيفا أو وفد الفيفا بشكل دقيق حتى يعرف أنه فعلا هناك أكو عمل حقيقي والعراق جاهز. نعم أنا أحيي لك إلى قضية، إحنا نعم. قبل أن تحدث قضية مباراة العراق وسوريا التي ألغيت كانت موافقة الفيفا في الجولة نعم. الماضية على إقامة يعني قبل سنتين تقريبا على إقامة مباراة ودية في العراق وفي البصرة تحديدا بموافقتها، كانت على اساس تكون اختبار، شكلت لجان يعني صار عمل منظم من كل الجهات سواء محافظه البصره، اتحاد كره القدم، اللجنه الاولمبيه، وزاره الشباب، وصولا الى اصغر عضو. الان اعتقد لابد ان نعمل بنفس الاتجاه. الان اذا كان القضيه البصره وكربلاء واربيل فعلينا ان نشكل لجان، علينا ان نجعل اشخاص فاعلين نستفيد من عندهم. اضافه الى هذا ملف التنظيم واضح وموجود حتى الآن، إذا تدخل عليه بموقع الفيفا تعرف شنو المؤهلات المطلوبة من كل ملعب، نعم. شنو وين يكون الإعلام، وين يكون مكان المؤتمرات الصحفية، وين الإضاءة، كل الأمور الخاصة اللوجستية الخاصة بالتنظيم راح تكون موجودة. أعتقد علينا أن نعمل بها، نستغل الوقت. أنا أعتقد العراقي قادر على تحدي المستحيل، قادر على أن يعمل كل شيء من أجل بلده. هذه فرصة، أنا متفق معك، فرصة ربما لن تتكرر، إذا علينا أن نستغلها حتى نقول للناس، نقول لهم يابا إحنا نعم الوضع الأمني كان مو زين وعندنا معارك تحرير، لكن الآن العراق يستعيد عافيته وأيضا الرياضة تستعيد عافيتها وملاعبنا تستعيد عافيتها. يعني تشوفها فرصة حقيقية سيد عدنان؟ تشوفها فرصة حقيقية ولا كسابقاتها؟ نعم لا فرصة حقيقية، لكن علينا استغلالها وعدم رمي الكرة في ملعب الفيفا ونقول لا
ويعني ما تعاملوا صحيح مع العراق. فرصة أمامنا، علينا أن نعمل نقدم أنفسنا بشكل صحيح، نقدم صورة تنظيمية ممكن ننجح بها، وبالتالي إن شاء الله يعود الحق إلى العراق اللي يستحق دائما أن يلعب منتخب الوطني وكل أنديته على أراضيه، لأنه أنا أعتقد هذا الحصار الطويل لابد له من نهاية، وإن شاء الله هذا الليل الطويل لابد أن ينجلي إن شاء الله. كل الشكر الجزيل لك سيد عدنان لفت الصحفي الرياضي اللي كان متواجد ويانا عبر التليفون، ممنونين منك على رأيك. يعني عندنا فيديو أريد نشوفه ونحكي بأمور لعلها تكون قادرة هذه الأمور أنه تساهم ولو بشكل بسيط وقليل في أنه تعرف أصحاب القرار وأصحاب المسؤولية بهذه المهمة مسؤولياتهم وواجباتهم. نتابع، خلينا نشوف. لا بأس أنه نرجع نشوف هذه الصور المؤلمة الحزينة. مدينة مقدسة مثل كربلاء عيب تكون بيها هيك أوساخ، عيب تكون بيها هيك نفايات. وين مجلس المحافظة؟ وين أمانة كربلاء؟ وين الناس اللي تنظف؟ يعني شيء مخجل. يعني المطلوب الآن تحقيق فوري بكل اللي دا يصير. هذا مو بس خزي على العراق خارجيا، هذا يضر بصحة الأطفال، يضر بصحة الساكنين. هذا ملعب المدينة الرياضية، كلنا شاهدنا الصور قبل أيام، كانت موجودة هذه الصور، وما نعرف الآن إذا انحلت أو لا. هذا ملعب المدينة الرياضية مليء بالنفايات، مليء بالأوساخ. صدقوني وفد الفيفا كل هذه الأمور ما تعبر عليهم، وفد الفيفا كرسي كرسي شيكون، مكان مكان، زاوية زاوية، الحمامات، المرافق، الطرق المؤدية. هذا شارع بكربلاء غير هذا الشارع واحد فقط هو ما تم تبليطه حتى يمر عليه السيد الوزير وضيوفه الفي اي بي يدخلون للملعب، ولما خلص الافتتاح نسى الموضوع، ويوم اللي قعدنا مع الوزارة بالليل بعد افتتاح الفندق قالوا لا الامور تخلص ونوعدك خلال شهر. هاي الصورة صار لها اسبوع، مو 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 شهرين وثلاثة. هذا الملعب وشوفوا النفايات اللي حوله. بربكم اي عراقي، مو اي واحد من الفيفا، هسه انت شكل لجنة من عراقيين ووديهم الملعب كربلاء ووريهم هذا المنظر، او وديهم للمدينه الرياضيه ووريهم هذا المنظر، قول لهم ترفعون الحظر لو لا. شوف العراقي شو يقول لك، مو الغريب، ما يرفع الحظر. اكو امور لازم ننتبه عليها، عيب علينا، عيب على اجهزه الدوله، عيب على محافظه كربلاء. هذا الوضع اللي هم به شيء مخجل، معيب بحقكم ومعيب بحقنا. لازم هذه الامور كلها تتصحح، لازم هذه النفايات ترفع جوا الملعب. اكو امور مهمه، مركز المؤتمرات الصحفية، مركز الإعلامي، توفر الإنترنت، المنازع، الإضاءة، الإنارة المؤدية إلى الملاعب، تبليط الشوارع، الإشارات المرورية الدالة إلى الملعب وإلى المدينة وإلى الدخول للملعب. ملاعبنا طبلها ولا ساين بيها ولا إشارة بيها للمخرج، للمدخل، للبوابات الشمالية أو الجنوبية أو غيرها، للإضاءة. شوف هذا الشارع اللي الآن دا نشوفه حقيقة معيب. هاي المدينة الرياضية مدينة انتخابية صارت، وكل شيء ما استفادينا من عندها، صرفنا عليها 3-4 مليار دولار وكلها راحت، نقدر نبني بها 10 ملاعب. هذا حالها وهذا وضعها، شلون راح نصححها؟ الآن الضغط هائل جدا على الحكومة وعلى وزارة الشباب والرياضة وعلى اللجنة الأولمبية، انه كل هذه الامور، كل هذه الاساءة لاسم العراق وتاريخه هم مرتبطة بهم وبعملهم، يجب فعلا انه يصححوها. لان اذا ما فشلوا باقناع وفد الفيفا انه العراق جاهز للاستضافة، حقيقة راح تكون العواقب وخيمة، وخيمة جدا من الشارع الرياضي العراقي ومن الاعلام. هذا اللي نقدر نقوله بكل حرقة وبكل ألم. تقرير عن ضرورة تضافر كل الجهود من أجهزة الدولة، من الأولمبية، من وزارة الشباب والرياضة، ومن كل المعنيين بأنه هذه الأمل، هذه النافذة للأمل الجديد للكرة العراقية تفتح على مصراعيها ونستقبل العالم بملاعبنا. تابع التقرير.
ليست كرة القدم ملعبا كرويا فقط أو مستطيلا أخضر تحيطه المدرجات من كل جانب، بل هي منظومة كروية متكاملة تبدأ أولا بما يحيط الملعب وصولا إلى أرضية الميدان. عمل جبار ينتظر الجانب العراقي إذا أراد فعلا وبصورة جدية رفع الحظر المفروض عن ملاعبه وإقناع الفيفا بضرورة ذلك، فعيون اللجنة الزائرة ستجسد الواقع وسترنو إلى كل شيء متواجد في المناطق التي تضم الملاعب. ومع كل الأسف هنالك مناظر مأساوية تحيط بعض الملاعب من الأوساخ والطرق الغير معبدة، أما داخلها فحدث ولا حرج عن الحمامات والمرافق الصحية وأبسط الأمور التي يجب أن تتوفر للجمهور. لا يتحمل الاتحاد وزر كل شيء، لكن بتضافر الجهود وتعاون الجميع يكون الحال أفضل، فعمل جميع الوزارات المعنية سيخدم الرياضة العراقية ويرتقي بها لأنها تعكس سمعة البلد وتجنبه دفع الأموال الطائلة مع كل مباراة لا تقام على أرضه، وكل ذلك يأتي عبر النجاح في إعمار كل شيء والتمكن من إنجازه خلال فترة زمنية قصيرة. زيد السراج للاعب 12. إذن احنا امام عمل كبير، الكل تتضافر الجهود، الإعلام يوجه الجميع بما يشوفه وما يرى مناسب لأنه ينجز ويأشر نقاط الخلل، نقاط الضعف بملاعبنا ويوصلها عبر برامجه وعبر الصحف والجرائد وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوجه هذه الأجهزة نحو هذه الأخطاء حتى يصححوها. الشارع الرياضي، الجمهور الرياضي العراقي المطلع القريب جدا على واقع الحال، أهل كربلاء وأهل البصرة وأربيل وزاخة وبغداد يروحون، اللي عنده حب وهم كثار، اللي عنده حب وغيرة على ملعبه وعلى مدينته وعلى شارعه يروح يصور كل شيء سلبي وينزله على الفيسبوك، ينزله بمواقع التواصل الاجتماعي، يرسله إلى البرامج والقنوات التلفزيونية، يرسله حتى تظهر للناس وتظهر لأجهزة الدولة يشوف بالمكان الفلاني أكو خطأ. لما الوزارة أو أجهزة الدولة أو الأولمبية تشوفها تروح تصححها. هذا واجب الشارع الرياضي العراقي. الانتقاد يروحون يأشرون كل مكان بسلبية بهذه الملاعب وتسجل تدون تعرض ببرنامج أو تعرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق كتابة، عن طريق فيديو، عن طريق أي شيء نشخص كل شيء سلبي ضر بمصلحة العراق وسمعة العراق خلال هذه الزيارة، زيارة الفيفا. طبعا مو بس الفيفا، الفيفا وفد الاتحاد الآسيوي أيضا راح يزور العراق، يوضحها ويطلعها قدامهم حتى لا سمح الله، لا سمح الله إذا فشلنا نجي على الكل، وزير شباب الرياضة ومن معاه، رئيس لجنة أولمبية ومن معاه، اتحاد كرة القدم، أجهزة الدولة المختصة والمعنية، نجي عليهم ونقول لهم هاي كلها احنا طيناكم قدامها، وضحنا لكم ياها، شرحنا لكم ياها، عرضناها، قلنا يا هنا اكو خطأ وهنا اكو خطأ وهنا اكو خطأ، ليش ما صححتوها؟ لازم كلنا نتعاون، كل من على مقدرته، كل من على إمكانياته، كل من على وضعه، لكن الثقل الأكبر على الحكومة، على أجهزة الدولة، حتى فعلا نستغل هذه الفرصة الحقيقية لكي نرجع نشوف منتخباتنا تلعب في بغداد. أصدقائي، أتمنى دائما كل الخير لكرة القدم العراقية، وإلا بالتأكيد عودة إن شاء الله بالحلقات المقبلة حتى نوضح كثير من الأمور اللي ما نتمنى تكون خافية على من لهم صلة بما يمر بالعراق من حظر على الملاعب العراقية ومسألة رفع وزيارة وفدي الفيفا والاتحاد الآسيوي. حلقة اليوم انتهت، ونتلاقى وياكم إن شاء الله يوم الأحد، احنا اليوم خميس، حلقاتنا انتهت، وأتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. إلى اللقاء.